السلام عليكم جايز، اسمي هدي ياسر. انا مي ابو بكر. خيركم من تعلم القران وعلمه. The best of you are those who learn Quran and teach it. خيركم من تعلم القران وعلمه. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قران سیکھے اور سکھائے. Today we are going to learn تجوید of سورہ بینہ. So let's get started. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. صحفا مطهرة. صحفا 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 مطهرة. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. كتب قيمة. كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من كتاب كتاب من كتاب إلا من كتاب. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت
تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنه ورضوا عنه عنهم ورضوا عنه عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه صدق الله أبغى repeat this سورة again لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول بينة 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 رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب كتابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويعطوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
Sadaqallahu alazim. Jazakallahu khair, Abu Bakr, you have done good. Revise this lesson and please don't forget to like, share and subscribe. Assalamu alaikum. Jazakallahu khair.